السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة. حلقتنا النهاردة عن المواهب، ومن أجمل المواهب اللي قدمتها قبل كده كانت موهبة غناء حقيقية، صوت رائع وجميل ويوصل للقلب. بس الجديد في حلقتي النهاردة مش عن صوته ولا عن آلته اللي هي الجيتار، لا، مع العلم ان احنا ممكن نلاقي أطفال في السن ده او في سن موهبتي بتسمع وبتأدي كويس، وكمان ودنهم الموسيقية حلوة. وممكن برضو نلاقي اطفال في السن ده احساسها بالصوت حلو، لكن من الصعب ان احنا نلاقي اكتر من موهبة مرة واحدة مع موهبتي النهاردة. ومن الصعب اكتر ان يكون مغني وملحن في نفس الوقت. طبعا ضيف حلقتي كان معانا فترة قريبة جدا، وانا استدعيته يبقى معايا النهاردة تاني، لان انا شخصيا بحبه جدا جدا جدا. ارحب بضيفي وضيف حلقتكم المغني والملحن الفنان الصاعد ان شاء الله بامر الله، عمر احمد عبد الوهاب. ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. طبعا انا بصفه شخصيه ببارك لك على العمل الجديد، وده مش هقوله دلوقتي، خليه في وسط حلقتنا عشان المشاهدين ما تتوهش مننا. عايزاك تسمعني حاجه بصوتك عشان يقعدوا معانا ما يقوموش من قدام حلقتي. اتفضل سمعني حاجه في البدايه. حاضر، اسمع حضرتك قولوا له سماح. تمام. لتامر عاشور. اوكي اتفضل. وليه ممنوع أبين خوفي قدامه وتهري دموع؟ هبن أجمد وأكابر ليه وأكسب إيه؟ هيمشي خلاص ومش راجع، بقاله كتير بيتحمل قساي عليه. بموت جوايا وببكي على حالي وأحزاني اللي جيالي، خلاص ضيعته من ايدي وبحيحنا لنا لنا ولي فكر لنا لنا. بعيزة هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، اقول له هموت يقول عادي وبيحسسني بذنوبي وبيفكرني بالماضي، ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان. هقولوله سماح تشوف حبيبي بيمشي مش راجع، بقاله كتير مقابل شر بالمعروف. بموت جوايا وببكي على حالي وأحزاني اللي جيالي، خلاص ضيعته من ايدي ووقت القسوة كان مالي، ونزل دموعي سألاني هيتعوض منين تاني. هموت لو راح ولا سامع ولا راضي، اقول له هموت يقول عادي وبيحسس بذنوبي وبيفكرني بالماضي، ولو يديني فرصة كمان هيرجع قلبي زي زمان. قولوله برافو يا عمر. وعايزه اقول لك اني تقريبا اللي موجودين معانا عايزين يسقفوا لك، بس طبعا مش هينفع في الحلقه، خليها بعد الحلقه. طبعا عمر، قول لي كده، مين اول ما اكتشف صوتك عفوا، مين اول ما اكتشف صوتك او عرف ان صوتك حلو، او انت اكتشفت ازاي بكده؟ وانا في كي جي 2
كنت ماما لما بتعزف حاجة على البيانو ماما كنت انا بسمعها وبحاول اعملها برضه انا كمان على البيانو، وساعات بعملها بصوتي. تمام. فبابا وماما بقى بدأوا ياخدوا بالهم من ان صوتي حلو يعني وكده، بدأوا يشجعوك. فبابا بقى هو وماما بدأوا يدوروا لي على مسابقات ودخلوني في مسابقة، وخدت فيها الحمد لله اول مركز جمهورية. تمام. وده كانت اول مركز بتاعتي. ما شاء الله عليك. طيب ده بالنسبة لموضوع الصوت، امتى اكتشفت، وده الجديد في حلقتي النهاردة، امتى اكتشفت موهبتك كملحن؟ وانا في ثالثة ابتدائي كده انا وماما كنا بنقعد. ثواني، في ثالثة ابتدائي؟ تمام ماشي، ما شاء الله، يعني كنت اصغر من كده. كنا بنقعد نلحن الاناشيد بتاعت العربي عشان تبقى سهل عليا. تمام. ده في الترم الاولاني. انما في الترم الثاني بقى فاجئت ماما ان انا لحنت الاناشيد بتاعتي، وبالفعل بقى كل ما يجي كلام قدامي بعرف بطلع له لحن. يعني دلوقتي انت النشيد اللي في المدرسه، اللي في كتاب المدرسه، خدته وعملته على شكل تلحين، وبدات تعرف من هنا، وبدات ماما وبابا ياخدوا بالهم ان انت فيك موهبه اللحن. وبعدين بابا برضو كان بيالف مسرحيات، فهو قال لي انا هالف لك كلام وانت تلحنه، وبالفعل برضو جاب لي كلام ولحنته. ما شاء الله. طيب سمعني ايه وتسمع مشاهدينا ايه؟ انا مش حابه اتكلم اكتر من ان انا بجد جايباك، وطبعا عشان مشاهدينا يعرفوا موهبتك في سنك ده، ما شاء الله ربنا يبارك لك وتكبر بنفس المستوى واعلى كمان. بس انا حابه اسمعك، ومشاهدينا اكيد برضو حابين يسمعوك. تسمعني ايه تاني؟ اتحدى العالم. تمام. صبر رباعي. اتفضل. وانا بين ايديك تهت في مكاني، ونسيت معاك عمري وزماني، والوقت فات وياك ثواني، قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك، أتحدى العالم كله وأنا وياك، وبقول للدنيا بحلها إن أنا بهواك، وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني أعيش إحساس هواك، أنا عشقي ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر، أنا شوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر، أنا عشقي ليك عشق القمر للنجمة والليل والسهر، أنا شوقي ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر، من يوم لقاك حلوة الحياة اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحلها ان انا بهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك، قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. شابو ليك يا عمر. اتفضل. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع تاني مع موهبتنا الجميله عمر. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع موهبتي عمر. قولي يا عمر،
حاولت تدرس في موضوع التلحين، حاولت تدرس موسيقى حتى لو دراسات في اي معهد حر؟ لا، هو انا ما فكرتش في ده لان ماما بتعلمني الحاجات دي، وبعدين هي ماجستير تربيه موسيقيه، فكل هي بتعلمني كل شويه حاجات كده لوحدها يعني، ولما لما بقف في حاجه بتساعدني هي فيها، هي وبابا. يعني ما شاء الله، يعني انت قاعد اصلا في قلب المعهد نفسه، من ناحيه ماما ومن ناحيه بابا، ربنا يخليهم لك. طيب عمر، سمعني اغنيه وبعد كده برضو نرجع لسؤالنا التاني. طيب، في رحله الحياه لتامر حسني. اتفضل. في رحله الحياه محدش له زي، وقطعين تذاكر رايح جاي. لا 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 لا، قلوب بتتبدل، عناوين بتتغير، غربة بيغربل وقت الوقت صاير. قلوب بتتبدل، عناوين بتتغير، غربال وبيغربل وقت الوقت صاير، والكل متحير، اكمن متخير، ولا حد قابل العتمة، ولا حد ضامن ضي. لا 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 مبنفضلش في طريق وما بنرساش في بر، بنتويل الملايكة ونتفتي مع الشر، والعمر مهما طال ساعات بياخدنا غدر، ونحسبه في نهايته ساعتين تلاتة ومر. لا 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 لا، قلوب بتتبدل، عناوين بتتغير، غربال وبيغربل وقت الوقت صاير. قلوب بتتبدل، عناوين بتتغير، غربال وبيغربل وقت الوقت صاير، والكل متحير، اكمن ومتخير، ولا حد قابل العتمة، ولا حد ضامن ضيق. شو لك يا عمر؟ اتفضل. طيب، بمناسبة اني انا حاسة ان الالحان كلها اللي انت مختارها حبيبها، فبتأديها فبتوصلني وبتوصل لقلبي بطريقة حلوة جدا، كلمني عن اغنيتك اللي انت غنيتها ولحنتها في نفس الوقت، وهي اول اعمالك صح كده؟ كلمني عنها. هي اغنية اسمها بنبعد ليه، كلمات الشاعر محمود ابو غدير. بحب اشكره طبعا على الكلمات الجميلة دي، وتلحيني وغنائي، وانتاج شركة كناريا للانتاج الفني مستر احمد كناريا. احب اشكره طبعا ان هو بيعاملني كاني راجل ومش طفل عنده 12 سنة، ومؤمن بموهبتي. تمام. طبعا انا من خلال كمالتي طبعا بحب اشكر الاستاذ احمد كناريا على تبني لموهبة عمر، وعلى احساسه بالاطفال اللي في العمر ده، بيديهم دفعة وثقة في النفس وثقل في الموهبة، فأنا بشكرك. وتحية مني أستاذ أحمد كناريا مدير شركة الإنتاج اللي أنتج لأحمد لعمر الأغنية بنبعد ليه، صح كده؟ طيب سمعيني، بس أنا سمعتها بس عايز أسمعها تاني منك، وعايز أسمعها لمشاهديني. عايز تقف مفيش أي مشكلة، براحتك.
الدنيا ليها انا رقيت. بنبعد ليه ونحن البعد من تاني، وانا جنبك مفيش ولا حاجة نقصاني. ونزعل ليه ده انا طول عمري ليكي نصك التاني، وصرتك جوا قلبي مش مفرقاني. كل حاجة فيا بتسأل عليكي، روحي رايحة تلمس ايدي يا اجمل احساس بالامان. حلمي دايما عايش ليكي، مهما طال البعد هلاقيكي. ياللي غبتي عني من زمان، ما شاء الله جميلة، وألف ألف مبروك. وطبعا هي نزلت خلاص على اليوتيوب، ونزلت أستاذ أحمد كناري نزلها. ألف مبروك حبيبي عبال، يا رب ما تلحن أكتر من كده، وده من دي أول أعمالك، وإن شاء الله مش آخرها، ده لسه العمر قدامك طويل. قول لي يا عمر، أنا ملاحظة إن ميولك دايما للأغاني الحديثة، هل ده انت عشان بتحب كده وما بتسمعش الا كده، ولا بتسمع للزمن الجميل؟ لا هو بالعكس، يعني انا كنت قلت لحضرتك في اول الحلقه ان كنت دخلت مسابقه وانا في كيجي 2، دي كانت وداره الايام بتاعت ام كلثوم. وداره الايام. طيب زي ما بتسمع كده، ممكن تغني حاجه قديم او من الزمن الجميل؟ الوردة. طيب ماشي، اتفضل. ليالينا ليالينا وتاهت بينا، ليالينا 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 بينا ليالينا، وتعبت بينا تعبت ليالينا ليالينا، وقلنا نرسي نرسي على مين. مشينا وأدينا من غير أهالينا، ولا حد بيسأل فينا، وتاري الدنيا غدارة غدارة، بتغدر كل يوم بينا غدارة، وتاري الدنيا غدارة غدارة، بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله ليالينا ليالينا وتاهت بينا ليالينا.
ما شاء الله يا عمر، جميل جدا. طيب عشان طبعا للأسف وقت حلقتي خلص، عايزه آخر حاجه بس منك، تحب توجه رساله لمين او تقول له ايه سريعا يا عمر؟ انا بحب دايما اول حاجه اشكر ربنا انه اداني المواهب دي كلها حبيبي، وتاني حاجه برضو يعني ان اشكر عيلتي كلها لانها بتقف جنبي وتشجعني، ربنا يخليهم، وخصوصا تيتا وجدو وعيلتي كلها، ربنا يخليهم. وبدعي كل واحد من اللي بيتفرج علينا دلوقتي انه يحقق حلمه وانه يحقق اللي بيتمناه ان شاء الله يا حبيبي، وربنا يوفقك في حياتك وفي عملك وفي موهبتك ان شاء الله وفي دراستك اهم حاجه. للاسف وقت حلقه خلص، اعزائي المشاهدين انتظرونا في نفس الميعاد وفي نفس الـ اليوم ان شاء الله. اللي عايز الحلقه طبعا كامله يتفرج عليها تاني، بتبقى موجوده على اليوتيوب وعلى صفحه برنامج كلمه فصفى وعلى قناه اليوتيوب كلمه فصفى. والى اللقاء الحلقه القادمه ان شاء الله.